تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله مساء اليوم، فشملت برعايتها الكريمة مراسم افتتاح مشروع دار أكوا للاستزراع في هورة عالي. وبهذه المناسبة اعتبرت صاحبة السمو بأن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تنفيذا للتوجيهات الملكية بوضع مشروع شامل للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، مشيدة في هذا الصدد بتفاعل المؤسسات الخاصة مع هذه الاستراتيجية باعتبار الاستزراع السمكي أحد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على الثروات الحية وسد العجز بين العرض والطلب في مخزون الأسماك الطبيعي. وبيّنت قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله بأن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة لتحقيق مفردات استراتيجية الأمن الغذائي عبر تنمية القطاع الزراعي بخطط مستدامة بما يزيد من الإنتاج المحلي من خلال توفير المساحات الكافية لإنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة تعتمد بشكل أساس على التقنيات الحديثة في الزراعة وبما يسهم واقعيا في وفرة وتزايد نسب الإنتاج، داعية سموها بهذا الصدد إلى أهمية تكثيف التوعية من قبل المعنيين بهذا القطاع للاستفادة من هذه التقنيات بشكل أكبر لمواجهة عدد من التحديات مثل شح الأراضي أو التقلبات. ولدى جولة سموها للإطلاع على تفاصيل مشروع دار أكوا للاستزراع أكدت أو أشادت سموها بتوجه أصحاب المشروع للتكامل ما بين الاستزراع السمكي والإنتاج الزراعي من خلال توفير أحواض عملاقة تضمن زيادة الإنتاج السمكي ذو الجودة العالية وإنشاء بيوت محمية بأنظمة وتقنيات حديثة مرتبطة بالأحواض تعمل على استدامة الإنتاج الزراعي طوال العام لسد النقص في السوق المحلية، مؤكدة سموها أن الهدف في المرحلة المقبلة يتمثل في تشجيع الشركات والمحلات التجارية الكبرى للاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي في ظل جودة إنتاجه وقلة تكاليف الشحن والنقل. وكان السيد أحمد بوتشيري مالك مشروع دار أكوا للاستزراع قد ألقى كلمة ترحيبية أشاد فيها بما تبذله صاحبة السمو الملكي حفظها الله من جهود مضنية لتنمية القطاع الزراعي وتجويد مفردات الأمن الزراعي في مملكة البحرين لتطوير هذا القطاع الهام لتأمين الغذاء على المدى المتوسط والطويل، مؤكدا أن مؤسسة دار أكوا للاستزراع تضع كافة إمكانياتها لدعم أهداف المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمتمثلة في تشجيع المزارعين باستخدام أحدث التقنيات الزراعية على أرض الواقع. وأوضح بوتشيري بأن دار أكوا أخذت بعين الاعتبار عند الإنشاء جودة المنتج الغذائي بحيث يكون طبيعياً وعضوياً مع المحافظة على الموارد الطبيعية عبر الحد من استهلاك المياه والاستفادة منها بشكل اقتصادي وعادل. من جانبه قدم المهندس عبد العزيز سالمين مدير العمليات بمشروع دار أكوا للاستزراع شرحاً موجزاً من خلال عرض مرئي حول الدار، أوضح خلاله بأن المشروع يتكون من 5 وحدات وعدد من المنشآت الخدمية.